رجعنا مرة ثانية مكملين معاكم في برنامج ليالي الكويت، وأكيد مكملين في فقراتنا. طبعا محمد، مثل ما وعدنا مشاهدينا راح تكون عندنا الفقرة هذه الحين إن شاء الله فقرة متميزة، ونرحب على الطرف الآخر مع الداعية الشيخ أحمد القطان والدكتورة حنان القطان. مساكم الله بالخير وسعداء لوجودكم معنا من خلال برنامج ليالي الكويت. يا هلا فيكم، تفضل يبا، يا هلا ويا مرحبا، حيا الله الكل والجميع. يا مرحبا في برنامجنا الناجح ليالي الكويت. يا مرحبا ليالي الكويت كلها نور. نور بوجودك، نور بوجودك ان شاء الله، وجود دكتورة حنان معانا ان شاء الله في ليالي الكويت. وجودكم ان شاء الله. الشيخ أحمد القطان، كلامنا وايد، أسئلة كثيرة عندنا موجودة وسعداء معاك في هذه المداخلة، يعني كلامك اللي يدخل القلب بدون استئذان، هذا أحد الجمل اللي كانت موجودة من أحد المشاهدين. نبي نتكلم معك شيخ أحمد القطان عن إدارة الأب للأزمات وتجربتك أيام الغزو من خلال بث روح الأمل والوطنية في بيتك، ومقارنة هذا الشيء بتجربتك مع كورونا حاليا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونحبكم في الله، ودائما وأبدا ما يأتي من ربي إلا كل خير ونعمة وأمان وسرور. ليالي الكويت نور، ليالي الكويت فيها بركة، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله. أحبتي في الله، أولا أقول لكم أني أحبكم في الله، وإلى جميع الأحباب اللي لهم دور هذه الأيام، رجالات أهل الكويت اللي كانوا شايلهم المهلب يعبر فيهم البحر، اليوم المهلب بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه، يحمل أهل الكويت إلى ساحل، نعم والله يا أحبة، إلى ساحل الأمان. أحبتي في الله، موضوع الاحتلال كنا إحنا رايحين أبها، وبعدين ما ندري وصلنا هناك أبها، وبعدين خبرونا أن تم احتلال الكويت. في الروحة كنا حنا حاطين أناشيد عن الشعوب اللي متضررة من الظالمين، وكنا نصفق معها. وصلنا الخبر أنه تم الاحتلال، احنا ردينا لكن بشعور آخر، شعور من تم احتلال وطنه، والوطن عديل الروح، هكذا يخبر القرآن، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فعديل الروح الوطن. واليوم نعيش في الوطن قضية فيروس كورونا. زارتني بنتي حنان ويا زوجها أبو خالد وليد المذكور، وبعدين وهم عند الباب وأنا عند باب الصالة، لا أقدر ألم ولا أقدر أقبل، فرفعت الكبوس لهم وقلت لهم هذه يعني النشيدة، أرفع له الكبوس وخايفين نبوس، خايفين من الفيروس اللي عندنا يحوس، وأنا طبخ المكبوس وسوي الدقوس، ودايما على ندوس ونقش الضروس وحشي المكدوس. انا ما عندي شغل اليوم في بيتي مع بناتي مع اهلي مع احبابي، نحمده عاد الاب اب وعادت الام. صح، نعم، الله يعطيك العافيه.
الله يعطيك العافية الشيخ أحمد على هذه الكلمات الأكثر من رائعة. بننتقل حق الدكتورة اللي دائما تحمل الإيجابية أينما كانت، الدكتورة حنان. دائما تقدمين دورات للبنات وركزتي من خلالها على ترسيخ القيادة والثقة، نتكلم عن هذا الدور وليش القيادة والثقة بالذات. يا هلا ويا مرحبا فيكم، وحي الله الكل والجميع اللي يشوفونا الحين عبر الشاشة، وأيضا أرحب في الوالد خليتونا نشوفه ونجتمع معه عبر هذه الشاشة وهذه التواصل. فضل الله أن إحنا نقدر نشوف بعض لكن عن بعد عبر الأثير. أيضا أنا بس أحب أقول على إدارة الأزمة أيام الغزو، كان الوالد ينشد نشيدة، كان يقول انتصبروا تنالوا إذا ردت الكويت من أبها تعالوا. وهذا نعم، وهذه الكلمات هي ترى تناسب وضعنا الحين، لأن الآن إحنا في عبادة الصبر، الكل يصبر في القعدة في البيت، اصبر وليسعك بيتك. فالآن إحنا مثل ما قال سمو الأمير الله يحفظه في كلمته أولا، قال هذا درس نطلع منه بتجارب كبيرة. أنا أقول اليوم اللي فعلا ما غير حياته بعد كورونا فما استفاد من هذه التجربة. هذه تجربة جميلة فيها الكثير من الفوائد، لو نقعد نكتبها ما نخلص. صح فعلا صح. أنا ودي بصراحة يعني القيادة مثل ما تفضلت هي الأساس، قيادة البيت، الأم، الأب. الآن رمضان، الأجواء تعلمناها من الوالد، الوالد متميز بعمل الأجواء في البار، في البحر، في الرحلات، حتى في الأزمات. فقيادة الأرواح والأنفس إنها ما تكتئب، إنها ما تهبط، دائما نشد على بعضنا البعض، هذا ترى يرفع المناعة ويزيد السعادة ويخلينا نجتاز الأزمة بنجاح بإذن الله. بس أطلب من الوالد يقول لي القصيدة الثانية اللي كان أنا شهرين ما شفتها إلا مرة وصلت لقرض، أنا عند الباب وهو عند باب الصالة، بيني وبينه 4 أمتار. إيه دكتورة حنان، ودنا تقولين شنو شعورك اليوم لما دخلتي على الوالد الله يحفظه وما قدرتي حتى تقربين منه أو تسلمين عليه؟ شهرين والله والله اولا انا الوالد ما يغيب عن بالي، واقول لكم ترى كل يوم اطلع معاه على اللايف ستوري نفسر القران عنده، هو ساعه خلصنا 4 صور الان بالانفال لكل الشعوب مو بس الشعب الكويتي، وايد مستانسين مستمتعين، عندنا الاف من الناس احفظوا معانا الصور، فحبينا نستثمر قعدتنا بالبيت وسوينا هذه الخدمه لكل من يحب انه ينضم لنا. طيب. بس استاذنكم انه يقول الوالد القصيده اللي قال لنا اياها عند الباب. يلا. روعه. تفضل شيخ. اللطيف الصنع نظره رحمه الى من جفاه الاهل والصحب والالف، عسى فرج ياتي به الله عاجلا، يسر به الملهوف، يسر به المحجور، إن غمه اللهف عسى نفحة فردية صمدية بها تنقضي الحاجات والشمل يلتف، وإني لمستغن بفقري وفاقتي إليه ومستقو وإن كان بي ضعف. الله سامرية جميلة أزفها إلى سمو أمير البلاد وإلى الشعب الكويتي وإلى أمتنا. طيب. يالله تجبر خاطر المحبوس، نبات مرتاح ولا ليلة، خايف أنا من فيروس، يا من لي قلبي ويا ويله. شيخ أحمد القطان، نبي نستفيد من وجودك إذا ويت تسمعنا. البعض حاليا ممن يعني موجودين من المواطنين المقيمين، البعض يجزع حاليا من الوضع حاليا، يقول لك حظر كلي ويتذمر مقارنة في الدول الأخرى، يعني لا عندهم لا أكل، لا عندهم لا كهرباء، لا عندهم هذا، وحنا بالديرة هني ديرة خير، موجود كل شيء، بالتليفون يوصل لك الأكل اللي تبي، أي احتياجك. فكلمة منك البعض اللي قاعد يتذمر ويجزع من هذه الأمور مقارنة بالدول الأخرى اللي قاعد يشوفون أمور فقر، أمور يعني لا حتى خدمات صحية موجودة عندنا، الحمد لله كل شيء متوفر من خلال القيادة السياسية.
أنا الحقيقة أقول ماكو كويتين حقيقة. والكويت يعني دولة مثالية في الأزمات، ولهذا أقول للي يعني متضايق ترى هذه طبيعة بشرية. صح. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، قال إلا المصلين. فأنتوا أهل الصلاة، أنتوا أهل الصيام، وجودكم رباط، واللي يتوفاه بالفيروس شهيد، والشهيد عند الله سبع خصال. ولهذا احمد الله على هذه النعمة. صح. نعمة وجودك في الكويت، بالتليفون يوصلك كل شيء، والخير وافر، والنعمة والحمد لله. ترى دول عظمى. صحيح. لا نجت منا أمريكا ولا نجت منا الروس، هذا عابر القيرات ترى اسمه فيروس. فشلون لو ان معاه فيروس ثاني؟ اعتبروا يا اولي الالباب، اكثر ما سوى في اقتصادهم دمر الفلوس. ايها الاحبة الكرام، انتوا بنعمة وانتوا بامان. انت يا والد في البيت استثمر وجودك مع عائلتك ومع اسرتك، عبر عن حبك، عن عطفك، عن حنانك، قعد يمك الصغيرة ونقزها على يدينك. انا عندي حفيدة اسمها لين لايات، وهي موجودة عندنا الحين في البيت، انا احبها واغني لها وارقصها وخليها تستانس. اليوم فرصة الأم تصير خوات بناتها، والأبو يصير صاحب أولاده البنين، ويعطيهم من تجاربه ويعطيهم من خبراته، ويفتح قلبه لهم ويشرح لهم ويقول لهم ترى الوضع هذا طبيعي طبيعي. مرت على الأمة سنين. أنا أذكر مرة سمعت عمي أبو زوجتي الله يرحمه، الله يرحمه، يقول مر على وقت في العراق سموه سنة العريضة. العريضة يعني ما يصرفوا لهم تموين إلا العريضة، وبعدين هم أهل شاي. فش يقول هذا يغني؟ شو يقول؟ يقول يعني عن مرته المريضة، نعم، قلت عمي يا أبو التموين مشي العريضة، والبيت ما بي شاي والسمرة مريضة. الله الله عليك يا شيخ، السمرة مريضة ما عندها شاي. الله يعطيك العافية. ويا جمال هذا الطرح منك الشيخ الداعي أحمد القطارة. بنتقل إذا تسمح لي حق الدكتورة حنان. اليوم عارفة أنت الوضع، وإحنا نمر في فترة استثنائية، أكيد الأمهات في بعضهم يتذمر في الوجود وأيضا وجود الأبناء، ومو عارفة كيف تتصرف. ماذا تقول الدكتورة حنان لكل الأخوات والأمهات اللي سمعونا؟ أنا أقول رسالة صديقتي الدكتورة رفيدة المجدلي، الدكتورة نوف المنصور، كلهم الآن في الميدان يقولون لي نتمنى نشوف عيالنا ونلمهم، يقعدون 10 ساعات بالكمام. يعني استشعري أيتها الأم إن أنت عيالك يمك وحواليك، هذه نعمة الدكتورات يتمنونها الحين. حبيباتي، فرصة لصناعة الذكريات، فرصة لبناء شخصيات قوية، لأن كلنا قاعدين نمر بتجربة ميدانية عملية، ما هي دورات ولا قراءة كتاب. أنا أمس موعدي للذهاب إلى الجمعية، لأن الحين النظام بالأسبوع تروح نص ساعة، فكان موعدي بيتنا، موعدنا أمس، لبست الكمام. الكمام داخل الجمعية نص ساعة، ما تتخيل إيش كثر متعب وعرق وحر. فتخيلت وتذكرت اللي بالميادين الآن، رجال الأمن، الدكاترة، الممرضين، خواتنا وأهلنا وأحبابنا، يعني قعدت أدعي لهم. ففعلا قعدوا في بيوتكم وخل نساعدهم، لأن
الكمام نص ساعة إيش كثر متعب، فما بالكم أغمى بعاد عن أهلهم ما يقدرون يشوفونهم، وأغمى على قدم وساق علشان يوفرون العلاج والحماية لكم. فكل حب، كل حب وكل دعوة وكل خير نزفه لهؤلاء اللي بالصفوف الأولى، ووجودنا إحنا متماسكين بروح حلوة مع الدعاء لهم، ترى هذا أكبر هدية نقدمها لهم. جميل دكتورة، شكرا لك. بنتقل للوالد شيخ أحمد، في ضيفة ثالثة دشت ويانا الحين، منو هذه؟ تعرفنا عليها ما عليك أمر. ثاني السؤال الشيخ أحمد، رحب فيك من جديد، في ضيفة ثالثة معاك الحين، البنية الصغيرة، منو هذه بالضبط؟ هذه الحفيدة لي. صوتك بعيد شيخ أحمد، ما عليك أمر. بس الشيخ أحمد الصوت إذا تكرمت، لأن الصوت صار بعيد. بس تقرب. نعم. أي أيوة كذي أوكي. أقول لكم هذه الحفيدة لين الحلوة تشارك ويانا اليوم هذه الفقرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم. آمين آمين آمين. شيخ أحمد نبي كلمة منك. حلوة والله. نبي كلمة منك شيخ أحمد لإخواننا وخواتنا من هم بالصفوف الأمامية، الصفوف الأولى، الداخلية، الصحة، الحرس الوطني، الجيش، جميع وزراء الدولة دون استثناء، عسى ما ننسى أحد، التجارة، البلدية، الإعلام، كلمة منك. الناس هذا اللي خلت بيوتهم وقاعد يخاطرون بنفسهم من أجل يعني مصلحة الكويت، من أجل صحة الكويت، وقاعد يخاطرون بصحتهم وعلى حساب أهلهم وعلى حساب بيوتهم، كلمة منك شيخ أحمد لهم جزاك الله خير. هذه الحقيقة فزعت أهل الكويت الطيبين الحبيبين من جميع الأطياف. وقفة رجل واحد. أنا أشكرهم وأدعي لهم وجميع إخواننا وأخواتنا، جميع أولادي وبناتي وجميع العاملين في مواقعهم كلها، أقول أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم ويحفظكم ويحميكم، ودائما وأبدا نراكم في أنس وسرور وبهجة وحبور، وأن يتمم الله علينا وعليكم الثواب والأجر وكفو يا أهل الكويت، سواء المواطنين أو الوافدين. صحيح. والدولة والحكومة، سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين والوزراء والمجلس، هؤلاء جميعا الآن بينهم تلاحم وتراحم وتآلف وتماسك في مثل هذه الظروف، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وشكرا لك. الله يعطيك العافية والله، يكثر من أمثالك ويحفظك ويعطيك طولة العمر الشيخ أحمد القطان. برجع مرة ثانية حق الدكتورة الرائعة دائما في الطرح وأكيد الإيجابية، هل دكتورة حنان علاقة البنت بوالدها ممكن يأثر على شخصيتها أو ممكن تتأثر بوالدها؟ والله هذا يعني أحلى سؤال، فرصة بدام أبوي موجود يمكن أقول له كلام ما عادة ما يدور فيما بيننا. يعني الوالد صنع، هو مصنع صراحة تربوي، ويليت كل أبو يعني يمارس مثل هذه المهارات التربوية لبناء شخصية المرأة القوية الواثقة الطموحة. كان يحرص من يوم إحنا صغار أن البنت لها هوايات ومهارات ينميها، يعني كان يحرص يدربنا على الفروسية على الرماية. تخيلوا مرة أبوي الهدايا لنا كلنا الرماية اللي نحط في البر تشتري كامل وحتى تتدرب على الرماية البسيطة. نعم. وأيضا الفروسية السباحة، إذا مثلا رحنا مكان في جبال أو أشجار نتسلق، يعني إطلاق المهارات والهوايات ينعكس علينا بشكل كبير. لذلك البنت بالذات، مو بس الولد، المحرومة من أنها تمارس
الرسم والرياضة والمهارة ترى راح تنشأ تفتقد للثقة بالنفس. أحيانا لما تحس أن كل شيء الولد يسوي وهي ما تسوي ولا شيء مدقورة، قد تعتقد أن الدين هو السبب والدين براء من هذا الشيء. فإحنا عندنا أول طبيبة رفيدة الأنصارية، المفوهة الخطيبة خولة، المقاتلة في المعسكرات نسيبة وغيرها. فالأب ثم الأب دوره جدا مهم. أذكر وأنا صغيرة أبوي خليني أكتب قصيدة يقولها في الخطبة، وأنا توني أعرف أكتب الابتدائي، ولما أسمعه يقرأها بخطي الركيك يعطيني شعور أن أنا لي أهمية، وأن أنا لي قيمة، وأن أنا لي وجود، وأن أنا عندي قضية قاعدة أنفع فيها المجتمع. التخدير، الإنسانية، أيا كان الموضوع. هذا السؤال وايد يعني لامس قلبي، لأن أعطاني فرصة لأتكلم عن دور قام فيه الوالد في بناء شخصية المرأة وليس الولد. عادة الولد ماخذ حقه يعني بأغلب البيوت وبأغلب الأسر، لكن الفتاة تحتاج إلى طبيعة في التعامل معها، أني أعطيها المهارات والقيادة والقدرات بالضوابط، بالثقة، بالقيم، بالتوجيه، بالغرس. ما أنسى هذه يعني اللفتات التربوية الحلوة اللي الوالد كان يعيشها معه فعلا، حتى ترى أيام الأزمات. يعني أيام الأزمات الوالد كان على طول يشيلنا من الهم إلى المرح، وقت الفاينل إذا درسنا بالثانوية يطلعنا البر، نروح كاس ور البر قاعد يعرضها لكم. قاعد أشوف الشيخ، تخيلوا بالليل نشب الشبوب نشوي، يعني صوت الصورة الحين تعيشون معنا الجو. الطبيعة أيضا حتى الآن مع الأزمة تقدرون حديقة المنزل، السطح، كلش الدريشة يعني تفتحونها تدخل أشعة الشمس، إيجاد هذه يعني القرب من الطبيعة. يعني أنا ما أقدر، حتى جبت لكم شيرة حطيتها يمي ورد، يعطيكم ترى راحة. الدكتورة إذا تكرمتي، مسخرة الدكتورة عفوا إذا تكرمتي، شنو جدولك أنت اليوم في الحضر الشامل حقيقة، عشان الناس تتعظ وتفهم أن ممكن الملل يسيطر عليهم؟ فأنت اليوم دكتورة شنو جدولك؟ الله يسلمك. خلينا نبدي من الفطور. أول ما نفطر احنا طبعا فطورنا قدوع، يعني شاي وشوربه سمبوسه، ما نفطر كذي على طول، خفايف. بعدين نصلي المغرب، ثم نرجع الى وجبه الفطور. بعد الفطور هذه الفقره وايد احبها، تلفزيون الكويت اشبك احط برنامج قدوه حق شيخ الكندري، من صراحه وايد تابعته فهد الكندري، رائع كل يوم العبارات تهل، لأن برنامج منوع ورائع وجميل. بعدها طبعا مع الشاي والقهوة والحلو، عقب يكون أذن العشاء فنصلي جماعة اليهال، وإحنا يعني أنا وزوجي الله يحفظه كل من في بيته، لكن إحنا نصلي مع بعض. بعد الصلاة التراويح هني فقرة حرة، اللي يقرأ ختمته، اللي بيقعد بحديقة البيت. يعني أنا بالنسبة لي عندي فقرة مع الوالد، أطلع معاه لايف، عندنا تدبير تدبر وتفسير لمدة ساعة على لايف ستوري. بعدها يا طويل العمر نستعد طبعا للسحور، سحور ما نأخره. هني في عندنا ساعة اللي بيمارس الرياضة، احنا عندنا جهاز مشي وجري بالبيت، اليهال حتى يشبكون على التلفزيون يسوون رياضة. بعد السحور اللي بيتابع مسلسل، اللي بيقرأ، أهم شوية فيها راحة لأن صار عندنا سحور وتراويح وبرنامج مفيد. هني طبعا هني أيضا في فقرة حرة شوية. بعدها الأسحار، هذا وقت الأسحار كلها قرآن، يعني قبل صلاة الفجر بساعة، هذا أحلى وقت لقراءة القرآن. نصلي الفجر وما أنام صراحة، وقت لازم تطلع الشمس، لا تفوتون بزوغ الشمس، شيء عجيب في اليوم. أصوات العصافير، الهدوء، تفتحون درايش إذا عندكم حديقة، إذا فوق السطح، اللي عنده ختمة يخلص ختمته، أنا أكمل ختمتي. أول ما تطلع الشمس اللي بيصلي صلاة الضحى يحط رأسنا وننام إلى قبل صلاة الظهر، نقوم قبل صلاة الظهر نصلي الظهر. بالنسبة لي أنا عد الفطور وهكذا.
طيب شكرا دكتور حناب. بنتقل للوالد شيخ احمد القطان. شيخ احمد، يعني احنا مقبلين على العشر الاواخر، يعني وكان البعض في السابق في الاعوام الماضيه البعض يطالب يقول نبي عطله بالعشر الاواخر، نبي نتعبد اكثر، نبي نستفيد من هذه الليالي المباركه. حاليا الظروف مواتيه عطله طبيعيا في هذه الأيام، كيفية الاستفادة من هذه العشر الأيام الأخيرة المباركة شيخ أحمد؟ الحقيقة العبادة في البيت أجرها أجر الفريضة في المسجد، وهكذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وأما صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ولهذا العشر الأواخر في البيت كأنك صليت الفريضة لك فيها من 26 إلى 27 درجة. وإذا تبي تضمن ليلة القدر صل العشر الأواخر كلها، تشهد فيها ليلة القدر. وهذه الليلة يقول الله عنها خير من ألف شهر وليس مثل. والخيرية عند الله مفتوحة، لا لها عد ولا لها حد. ولهذا احرص على العشر الأواخر، تضمن ليلة القدر وتضمن الدعاء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وبما أنه يحب العفو إحنا نحب العفو كما يحبه الله، ولهذا اللهم إني عفوت فاعف، وسامحت فسامح، وتجاوزت فتجاوز، وغفرت فاغفر، وسترت فاستر، ورحمت فارحم. وكما سخرتني أعفو عن الناس سخر الناس يعفون عنه. الله يعطيك العافية الشيخ أحمد القطان. بنتقل حق الدكتورة حنان القطان، إذا كلمة توجهنا لكل من يتابعنا في ليالي الكويت. أنا ودي صراحة الكل يعني يقعد يصفن صفنا، هذه فرصة أن رب العالمين يعني فرغنا لأنفسنا. صراحة كنا في دوامة الحياة ما أخذتنا وأعماء، يعني نعمة أن إحنا كويتيين مو شايلين هم معيشتنا، اللهم لك الحمد. هذه يمكن هالشهرين صحيح هي محنة، لكن والله مليئة بالمنح. فخلونا نكتب مع أنفسنا شنو طلعنا من تجارب، لما عدنا حساباتنا مع نفسنا، في أمور رتبناها، في عادات غيرناها، في مهارات اكتسبناها. إذا الحين ما فعلا واجهنا هذه الحقيقة وبدينا نجدد من أفكارنا وشخصياتنا وعاداتنا، راح نطوف على نفسنا هذه المنحة. وما أملك إلا أني أدعي لكم وأدعي للعاملين والدكاترة وأيضا أنتوا الله يبارك لكم اللي خلتونا نتواصل مع أحبابنا. عسى ربي سبحانه يرفع الغمة ويحفظ الأمة. آمين. ويبارك لنا وإياكم جميعا. شكرا دكتورة حنان. الشيخ أحمد القطان، الكلمة الأخيرة نبيها منك، نبي دعاء منك الشيخ أحمد القطان. الكل إن شاء يعني الله مشتاق لأدعيتك، دعاء للكويت وأهل الكويت بأن تزول هذه الغمة عن قريب إن شاء الله. أولا لله علينا بهذه الغمة والفيروس نعمة. الأرض مخلوق لها روح لها كيان، والله حاميها بالأوزون، سقف مرفوع محفوظ. تعرفون لما وقفت المصانع وقفت السيارات وانقطع الدخان، الأوزون التحم وحيا مرة ثانية وعدل الوضع، والأرض تنفست الأكسجين النظيف وحيت. هذا كله من ربي سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. ولهذا احنا نشكره اللي أحيا الأرض من جديد وصلح الأوزون من جديد. وهذا الأوزون ينزل وقت الفجر يسبح فوق الأرض، ولهذا
اللي يصلي الفجر ويقعد شوية بالحوش يحوش هذا الأوزون قبل لا تطلع الشمس ويرتفع مرة ثانية. اللهم أني أسألك يا أرحم الراحمين لجميع أهل الكويت والمسلمين وللبشرية جمعاء في كل مكان، نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء ومن منكرات الأهواء والأدواء يا رحمن، اللهم نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وشكرا للتلفزيون والإعلام وبرنامج ليالي، الله سبحانه يجعل دائما لياليكم أنس وسرور وذكرى. اللهم آمين، وأن تشهدوا ليلة القدر، فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شكرا لك. اللهم آمين. كل الشكر لك الداعية والشيخ أحمد القطان، وأيضا الشكر موصول للدكتورة حنان القطان على تواجدهم معنا في هذا الاتصال المرئي في ليالي الكويت. حقيقة ما أجمل الكلام أبو راشد من فضيلة الشيخ، وأكيد ابنته الدكتورة الله يعطيهم الصحة والعافية. يعني كان كلام جميل من الشيخ أحمد القطان جزاه الله خير، والدكتورة حنان كلام جميل، وأيضا حتى اللي يتابعهم لايف ترى يعني ما شاء الله محاضرات يوميا عبر اللايف من خلال الدكتورة حنان والشيخ أحمد القطان. وصلنا معكم بإذن الله إلى نهاية هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله غدا مع طبعا مواضيع جديدة من خلال برنامج ليالي الكويت. إلى اللقاء. إلى اللقاء.